حلقة الشوط الثاني. The all set for race number two. They are off and racing. انطلق الشوط الثاني أيها السيدات والسادة أيها المتابعون الكرام للجياد الإنتاج المحلي لعمر 3 سنوات فأكثر بمسافة 2000 متر بمشاركة 7 من الجياد بعد انسحاب سيف من هذا السباق. إذن سليب سلايدينغ أواي هو اللي يتصدر السباق مع البرازيلي فاستو أنريكي، وإنما المركز الثاني تأتي عسير مع الفارس ليام جونز، والمركز الثالث تأتي المرشحة الأولى في هذا الشوط بريف ليد بشعار فيكتورياس بالكاب الأبيض، والمركز الرابع هنالك مرياح مع عدنان جعفر، والمركز الخامس هاي رولر مع الفارس عبد الله فيصل، والمركز السادس هاي رولر وتأخر أيضا لوسمية في هذا السباق. إذا حتى الآن سليب سلايدينغ أواي لا زال هو اللي يتصدر السباق الآن، وها هي الجيادة الآن تمر من مسافة 1200 متر. المركز الثاني هنالك عسير المرشحة الثانية في هذا الشوط الذي تنحدر من سلالة بلوسا وموازين، والمركز الثالث تتواجد المرشحة الأولى بريف ليدي سلالة بريف مور مع أندرو إليت بالكاب الأبيض، والمركز الرابع هنالك مرياح بقيادة الفارس عدنان جعفر، والمركز الخامس هنالك أيضا لدينا هاي رولر مع الفارس عبد الله فيصل، والمركز السادس انذار وتأخر لوسمية في هذا السباق. إذن هنا الدخول في الخط المستقيم باتجاه خط النهاية، هنا تخطف الصدارة الآن من قبل عسير مع الفارس ليام جون. المركز الثاني هنالك سليب سلايدينغ أواي، والمركز الثالث هنالك مرياح مع الفارس عدنان جعفر، ومن وسط الجياد هنالك محاولات من قبل المرشح الأولى بريف ليدي، لكن عسير هي التي تتصدر السباق. المركز الثاني مرياح مع الفارس عدنان جعفر، والمركز الثالث سليب سلايدينغ أواي، بريف ليدي في المركز الرابع. إذا حتى الآن عسير هي التي تتصدر السباق الآن. المركز الثاني هنالك مرياح، لكن عسير هي من تقترب وتنتزع الشدارة الشوط الثاني. إذا عسير هي بطلة الشوط الثاني. المركز الثاني جاء به مرياح، والمركز الثالث بريف ليدي، بينما المركز الرابع جاء به هاي رولر. مع عسير وهذه الفرس الجميلة الرائعة والتي نأخذ نبقها وجمالها من منطقة عسير في المملكة العربية السعودية بهذا الجمال، وأيضا نبارك لسمو الشيخ حمد بن عبد الله بن عيسى آل خليفة على إحراز المركز الأول وبقيادة الفارس ليم جونز. نبارك لأبو عبد الله على هذا الفوز والانتصار مع الفرس عسير. أبو خليفة يمكن الحديث عن هذا الفوز وهذا الانتصار. نعم، يعني احنا نشوف خيول جيمس تفوقت على خيول ألان سميث في هذا الشوط. عسير أحرزت المركز الأول بكل جدارة واستحقاق، صراحة قلبت التوقعات.